السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. تونس تستعد إلى يومين فيهم تحركات كبيرة، نهار 13 أكتوبر اللي هو غدوة باش نتبعوا مسيرة لقطاع الأعلام بدعوة من نقابة الصحفيين والجامعة العامة للأعلام التابعة لاتحاد الشغل. غدوة باش تكون فما تحركات احتجاجية للصحفيين على خلفية برشا مشاكل، من بينهم المؤسسات الإعلامية المصادرة والأوضاع متاعهم للناس اللي تخدم فيهم، كيما شمس فام، كيما لابريس، كيما الصباح وغيرهم من المؤسسات الاخرين اللي يعانيوا في صعوبات كبيره. الحكومه معناها يتهموها بانها مش قاعده تتواصل مع الناس المعنيين بالامر لحل هالمشاكل وتسويه وضعيه المؤسسات هذوما والناس اللي تخدم فيها. اما زيد فما تحركات اخرى، نهار 15 اكتوبر اللي هو ايواتي عيد الجلاء، فما زوز تحركات، زوز مسيرات باش يصيروا في نفس النهار اللي هما جبهة الخلاص والنهضة وما تابع جبهة الخلاص، عندهم مسيرة ضد قيس سعيد وعبير موسي كيف كيف، تقريبا كل واحد وحده هو، أما نفس يعني نفس التوجه ضد قيس سعيد. كنا تبعنا الجدل اللي صار عليهم كيفاش هما في نفس المكان، وعبير موسي اضطرت لتغيير المسار متاع المسيرة هذية. ولكن اليوم نحكيه على تصريحات جديدة لجوهر بن مبارك عضو جبهة الخلاص الوطني، كان عنده تصريحات إعلامية اليوم وقال بأنه الجزء الأعظم من الشعب التونسي غير منخرط في مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد. وهوني نحب نسألكم ونحب نتبع راني التعليقات متاعكم، كيفاش تراو اليوم؟ هل معناها انتوما من المساندين لرئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حدود اليوم بكل ما صار وبكل ما عشناه في الفترة الأخيرة سورتو، أو انتوما بدلتوا رأيكم أو ما عادش عجبكم المسار، أم أنكم تعتبروا أنه المسار فشل وما عادش ممكن يتواصل، أم شنو؟ يعني كيفاش تنجموا تعلقوا على موقفكم من المسار ومن قيس سعيد؟ لأنه اليوم شفنا برشا ناس كانت مساندة قيس سعيد وأعلنت مقاطعتها له أنه ما عادش قاعدة تساند فيه. جوهر بن مبارك يقول بأنه فما برشا مؤشرات موضوعية وسياسية تأكد تراجع الدعم الشعبي لقيس سعيد، حتى في معناها آخر الإحصائيات وغيره فما ناس يعني يقول لك أنه ترى تونس تمشي في الطريق الخطأ أكثر من الصحيح. يحكي على المظاهرة اللي باش تنظمها جبهة الخلاص نهار 15 أكتوبر، يقول في الشارع نثبت كل مرة أن جزءا من التونسيين ليسوا منخرطين في مشروع قيس سعيد ويرفضونه، وكل تحركاتنا السابقة كانت ناجحة وجماهيرية من حيث العدد والنوعية، كما نتوقع أن يكون التحرك يوم 15 أكتوبر استثنائيا، ونقوم بالتحضير له بشكل كبير على حد تعبيره. يقول بأنه يوجه انتقاداته لرئيس الجمهورية قيس سعيد ويقول أنه الشعب هو من يحكم خلال الأزمات، ويقول الغاية من أي مسار إصلاحي هو الوصول إلى انتخابات حرة ترجع فيها الكلمة للشعب التونسي حسب قوله. ويقول الحل لا يوجد فقط عند جبهة الخلاص، بل الحل وطني، نحن لا نصنع التوازنات بل يصنعها الشعب بصناديق الاقتراع. ويقول قيس سعيد يتعامل معنا كعبيد في مملكته، يقول لابد من ميثاق وطني دون قيس سعيد، حكومة انتقالية بمهام محددة لإيقاف نزيف المالية العمومية والخروج من المأزق الكبير. يعلق زيد جوهر بن مبارك اليوم على لافير متاع رئيس الجمهورية اللي استدعى وزير الفلاحة وقال له راه فما زوز موظفين تابعين الوزارة حضروا في اجتماع حزبي بالكراهب متاع الإدارة.
الملف هذايا يقول عليه جوهر بن برك، اللي هو مسألة باش يتم حلها مع الإدارة متاعهم حسب زيادة القانون، ويقول قانونيا تو يحلوها مع الإدارة متاعهم، لكن فما عملية تشفي وعملية هرسلة للمعارضين السياسيين. خلينا نشوف الموضوع بشكل موضوعي، نشوفوا الحكاية بشكل موضوعي من غير عاطفة ومن غير حتى شيء. به اليوم الوضع ما فماش لمواد أساسية، غلاء في الأسعار، ما فماش إيسانس، عبيد تعطلت، عبيد تحت طنبان، عبيد ما نجمش توصل صغارها، وأزمة حقيقية. اليوم كان تلقى كيلو سكر وتنجم تروح به، معناها أنت عملت إنجاز عظيم. كان برشا حاجات ما ناقصة، وإحنا كنا نعيشوا في تونس ونعرف هذا، مش لازم نقعدوا نحكيوا فيه برشا. والرئيس يستدعي وزير الفلاح، مهم جدا، على خاطر احنا لازمنا نحكيه على منظومة الفلاحة متاعنا، وعنا موسم الزيتون جاي، وعنا زراعة الكبرى، وعنا منظومة انتاج الحليب او الالبان، وعنا 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 برش حاجات. به في عوض يحكيه على المنظومات والمشاكل، والمثل الامونيت تشبيه عنا نقص ولا ما عناش، الديابي شنو مشاكل الفلاحة، كيفاش نجمو نعاونوا الفلاحة، خاطر تو الفلاح صغير ولا يخسر في الفلاحة متاعه، يقولك ما عادش نزرع عينه، ما عادش نخدم الفلاحة، ما عادش يساعدني الفلاح، يمشي يشوف حاجة أخرى يحرق، ولا يمشي كالنزوح نحو المدن وغيره، فلازم نعالجه. فعيط له هو، حكي له على زوز موظفين تابعين للوزارة حضروا في اجتماع، مش به يحضروا في اجتماع، ومش به يتم استغلال السيارات الإدارية لأغراض شخصية ولا حزبية أيا كانت، كان مع قيس سعيد ولا ضد قيس سعيد. وهذا موضوع القانون لازم يتحكم فيه، ومعناها وينظر فيه القانون، وكل حد يتحمل مسؤوليته. اما في وضعية هكا ويكون هذا معناه في خطاب رسمي ويعبده، ونهارتها فما برشا لقاءات، راه فما مع وزير الداخلية، وفما مع وزير الخارجية، وفما مع وزير الفلاحة، ثلاثة لقاءات عملهم رئيس الجمهورية، الكلهم هبطوا معناه كوميونيكي كيكا عادي، وفيديو من غير صوت، فيديو هكا قصير مع داخلية ومع الخارجية، إلا وزير الفلاح أهبط يمكن وقتها درج 5 دقائق حاجة هكا، اللي أعطى فيهم الإشارة هذه، يعني مش وقته، مش هما توي يطبقوا عليهم القانون. به نرجع لكلام جوهر بن مبارك، يقول أنا ضد منظومة السيارات الإدارية والوظيفية أصلا، ونعتبر إنها كارثة في تونس، أنواع وشكاله أنا ضد. أما شيء يحشم أنه رئيس الجمهورية أكيد نقل البنزارت يهز معاه 54 سيارة، كل واحدة 24 زيلة يعني خيول، وأنه في الأزمة الحالية نفقات الرئاسة تضاعف 6 مرات على حد تعبير جوهر بن مبارك. وسبق وأكد جبهة الخلاص الوطني المعارضة أنه زوز إطارات بوزارة الفلاحة متهمين من رئيس الجمهورية قيس سعيد باستخدام سيارات إدارية، حضروا اجتماع نظمته الجبهة مؤخرا، وتحصلوا على رخص الإدارية طبقا لمقتضيات القانون. هذايا شنو ترد جبهة الخلاص الوطني، وتعتبر هذا تحريض مباشر من رئيس الجمهورية ضد مواطنين من أجل ممارسة حقهم في الاجتماع، وهي الحرية المكفولة لهم بكل الدساتير والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.